بالنسبة لتجمع لإحياء القرآن في مسمى ذكرى السنوية للميت ويكون مع إقامة طعام، هذا كله مما لا يجوز من بدع المآثم في اجتماع الناس على قراءة القرآن. لكن يجوز للرجل مفردا أن يقرأ القرآن وأن يهب ثوابه لمن مات، وهذا الأمر في نزاع بين أهل العلم، ولكن الذي حققه الأحناف ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا يعني يكون جائزا. وهذا مبحث طيب موجود في شرح العقيدة الطحوية، فراجعوها إن شئتم.